مقدما قبل ما نبلش الفيديو، آسفة مقدما يعني عن الشيء اللي جليتش اللي رح يصير بمخكم، لأنه رح تسمعوا الفيديو بالمصري والحكي بالسوري، يعني المعلق الصوتي اللي هي أنا بالسوري. فإذا أنتو مخكم عمل لاج، فأنا مخي عمل لاجين وعشرة وثلاثة، لأني أنا أصلا اللي عم علق. ف متبرمج مخي انه لما يسمع مصري يحكي مصري، لما يسمع سعودي يحكي سعودي، لما يسمع سوري يحكي سوري، عرفتوا؟ فانا عم حاول قد ما فيني اطلع كلام سوري، حاسة حالي مصرية والله مو سورية. يعني عم اتعذب لطلع الكلام السوري. فمهم يلا نبلش. أمنية، ايه مكة؟ ما تتكلميش معايا كده عشان ما بحبك. مبدئيا عرفنا الشخصيات، أمنية هي الفتاة المظلومة اللي دائما ساكتة، وهي البنت اللي عم تحكي اللي عم بتعيط وتجعر وإلى آخره. ما في داعي نحكي يعني بالفيديو، رح أجلدها بما فيه الكفاية. أنا متأكدة من أول من أول يعني من أول ما بلشنا الفيديو. هلأ يعني هي هيك عم بتعيط شلون بالأخير؟ حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم، حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم. علشان عم محمود بيحبك اكتر مني. ما هو بيحبني عشان انا بجيب فوق ال 100 جنيه. لما انت بتجيبي من حبيبتي، هو بيحبك لانه طماع مستغل، مستغل اطفال. خلينا ساكتين. جيب العافيه. ما انت بتضحكي على الناس. ما تعملي شبه. حلوة حلوة هاي. انت بتضحكي على الناس يعني لهيك بتجيبي مصاري هي قتلة. عادي اعملي مثلي يعني، شو في الشغلة يعني عادي. الشيطان بالزاوية عم يبكي انه كيف ما خطرت لي. ايه ايه هتلقوا كتير ولا ايه؟ يا عم محمود لقوا كتير ليه؟ يلا خلصوا الفطار، مش عاوز اسمع صوت حد، عشان تتكلوا على الله. ماشي يا عم محمود. يلا وعارفين اهم شيء يعني احم، بعيدا عن الحكي اللي قاله وعن طريقته المستفزة. فأهم شيء إنه في إنه هو الله لا بقولكم هاي الشغلة فيها فرطتني ضحك، إنه هو في وراء دبليو سي يعني حمام، ما دخلنا بالحمام. إنه هو حر يصور وين ما بده، ورا الحمام قدام الكنز قدام مدري شو وين ما بده يصور. اللي قاهرني الورقة اللي قدام الحمام إنه دورة المياه من هنا، إنه إذا أنت هيك عملت حالك انه كانك على اساس انه باب عادي بدون يعني هن ملزقين عليه هي الورقه انه عادي يعني ما في شيء. فهن مأكدين لك انه لا تفكيرك غلط، هذا عن جد حمام، ونحن عن جد مصورين قدام الحمام، ونحن عن جد عم نعيط قدام الحمام، ونحن الى اخره هي قدام الحمام. دولة المياه من هنا لا تغلط. اللي هيرجع ومش هيجيب 100 جنيه هعمل فيه ايه ولا مش عارفين؟ عارفين عارفين, عارفين, عارفين يا عم محمود. ويا بنت انت وهي، ولا انت انا انت وهو؟ ما هن عارفين يا عم محمود، نحنا مو عارفين. بليز اي نيد تو اي نو. بلا ما احكي انجليزي صح؟ اوكي. انا اريد ولا احكي فصحى، خليني بالسوري احسن. انا بدي اني انا بدي تعرفني مشان احسن يعني اندمج معكم بالفيلم. يعني انا شو عرفني شو رح تسوي فيهم؟ رح تحطهم بأوضة الفيران، رح تعذبهم، رح تربطهم، رح تحلحلحلح الى اخره. يعني حد يضحك عليكم عشان اليومين دول في خطف يالا. عم محمود واحنا صغيرين يا عم محمود. تعالي اركبي معايا يا بنت، شفتك فين قبل كده يا بنت؟ تعالي معايا. اوعوا ما تخافش يا عم محمود، احنا كبار وفاهمين. ما ايه لك خلي الواد هاني جوه. لا انا مش فاهم. فين هاني؟ ده في الحمام كل يوم ياكل ويخش يفضي. ياكل وشو؟ خلينا متفقين انه الشفافية بالفيديوهات ليست منيحة، منيحة ليست منيحة ابدا ابدا. الشفافية في الفيديوهات ليست منيحة. ياكل وشو عمو؟ شو؟ ياكل ويخش يفضي. والله هادي. والله هادي. يلا يا ابني. ايه 5 ساعات في الحمام ولا ايه؟ تحت عم محمود. ايه تحت.
واحد بيقول لك ياكل ومدري شو، الثاني بيقول لك ارتحت شو 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 عم يصير مع لو فاتحين مميزات الحمام عنكم ولا شو عم بصير معكم بالضبط؟ يعني انا خفت، يعني خفت تكون مخربطة بالفيديو من فيلم قصير هادف لحتى تتعلم منه حكمة مدري شو الى الى فائدة دورة المياه او الحمام، يعني في فرق بيناتهم. يعني ارتحت؟ اه زي ما اكون عطشان وارتحت والله يا عم محمود. خلاص ماشي، خد الفطار بتاعك اهو. ماشي يا عم محمود. هتفطر هنا ولا في الحمام؟ لا هنا ماشي. امري لله هون بفطر، يعني كان بودي افطر بالحمام بس احتراما لكم يعني حفطر. ليش فكر يعني ليش فكر انا وقف هيك صفنه اعطاها صفنه انه ايه افطر مع رفقاتي ولا افطر بالحمام؟ يلا خلاص بفطر معكم. خد بعدك واتكا على الشغل وال100 جنيه ترجع بيها. يلا حاضر يا عم محمود. نفسي كلكم تبقوا زي امنيه، نص امنيه حتى. يا عم محمود امنيه بتضحك على الناس. قومي يلا قومي يلا شوف شغلك يلا قوم اتجعي الطواوة. ماشي يا عم محمود. يلا وانت يا بنت مالكيش دعوة بأمنية. حاضر يا عم محمود. اعملي ربعها بس يا اختي. حاضر. فرحة في الله يلا اتكلي على الله. حاضر يا عم، انت بس تركني على أمنية وما تكون انت هون رح اطلع بروحه ورح اعطيك جسمه هيك هيك، يعني بدون مقدمات لك خود امنيه اللي حاببه انت. المهم شكلي اندمجت، حابه دبلج بس مالي ملاقيه لقطات فحبيت دبلج. ما تخس شويه يا هان. ده هاني عاوز 50 رغيف كل يوم. روح هاني. انا اريد حقوق هاني. هذا الكلام لا يصير. التنمر يحدث قدام عيوني ولا استطيع فعله. شو بدكم شو بدكم بهاني؟ عاجبه شكله الصبي. شوف شغلك هاني. خس شويه يا هاني خس. تاهلي قلت له خس قال لا. عم محمود الهمس. ماشي يا امنيه خلي بالك على نفسي. حاضر يلا عم محمود. انا ماشي عم. ماشي يلا يا هند. انا ماشي يا عم. ماشي يا عم محمود، اذا بدك شي ما احجب لك يعني ولا تحلم اصلا تحكي. انا اصلا ما بدي اشتغل عندك بس يعني الظروف هيك امرت يعني. يلا ذوقي عم محمود. انا زعلتك عم محمود. في ايه بس حبيبي؟ في ايه يا مسمار؟ مالك دلوقتي؟ انا زعلتك؟ لا ما زعلتنيش يا مسمار. ايه الح دقيقه اسمه شو؟ زعلتنيش يا مسمار. يا نكمل. حصل بس بتزعلي ليه؟ لا بقول لك خليكوا زي امنيه تجيبوا 100 جنيه وترجعوا بيها. هلا يا مسمار خليك مفتح كده. هلا ماشي يا مسمار. ماشي. حرام عليك يا زلمه، حلقك رح يطلع من مكانه وعم بيقول لك ارحمني. حاجه تدخن صوتك، حاجه تساوي كحه بصوتك. شوفي طول بقى والله 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 الفيديو مكل يعني. لا عفوا الفيديو بيستاهل الصراحة بعد ما تشوف التعليقات المحفزة مثل التعليقات هي بيكتبوها مشتركين الحبوبين عائلتي الحبوبة فنزل اكتب تعليق حلو مثلك عشان افرح انا وعم اقرأه. المهم فحرام عليك الحنجرة عم تنطق مثلك مياد صدق حاج والله ما عاد استعمل حاج. شوف ايه شوف ايه. لا مو هيك والله مو هيك. تدخين الصوت طول بالك. يلا شوف شغلك. ماشي. يلا. سلام يا حبيبي. هذا مسمار اي حد بيقول له السلام عليكم بيقول له ماشي. امشي هناك بيقول له ماشي. هذا قميصك اليوم ماشي. شو ما ماشي هيك كل حياته ماشي. يعني زلمه رح يقعد على الكرسي عادي، ليش مسوين له سلو موشن؟ انا عندي وقت شوف السلو موشن. الفيديو حرفيا صار له 10 دقائق الفيديو حرفيا تقريبا وانا مالي حاضره من الفيديو الاساسي الا 2:30. بليز دونت تساوي سلو مو. خلاص خلص ما عاد احكي انجليزي خلص. منيه ومنيه ايه يا مسمار؟ عربيه طالعه تدور عليك. يلا ايوه انا شايفاه ده الدور يا انا. ماشي يا مكة روحي انتي الاول بقى انت بعديها مسمار. لا هي بتدي واحد بس. اه هي عرفانة بالشغل. انا عرفانة انه اذا رحت لعندها وعطتني واجا مسمار بعدي ما رح تعطي. رح يقول رح تقولوا شو عاملين رح تقول هي شو عاملين مجموعة علي والله مالي عاطيتكم. يعني هيك يعني دارست البنت. متضايقة ليه؟ متغاظة ليه؟
روحي وخلاص مالكيش دعوة. روحي يلا يا مصطفى. حرفيا مكة ما اعتقد اسمها بتطلع بأمنية هيك انه اه لو بيطلع بايدي لك اخ بس لولا الحلال والحرام ولولا عمو محمود لكن تطلعت بروحك من الاساس يعني. هذا امنية. كل سنة. برافو والله برافو، ارفع لك القبعة. هذا التمثيل كيف حولت وشها من عم بتعيط وعم تتحلف له وعم تدعي عليها لبنت مبسوطة وهادئة والأزهار تنمو من كيف يعني كيف؟ أنت طيبة يا مدام، نهارك زي الفل إن شاء الله. وأنت طيبة يا حبيبتي. تفضلي، كل سنة وأنت طيبة. وأنت طيبة، شكراً يا مدام. وأنت طيبة يا حبيبتي. دقيقة. هو صارت 2025 وأنا مو دريانة؟ صارت حدا يقول لي يعني شو كل سنة وانت طيبة؟ والله لساتنا ب 2024. دقيقة أتأكد من التاريخ بالله لأنه تخربط عقلي. يعني لساتنا ب 2024، طولوا بالكم. والله جوالي يعني مخرب. دقيقة أتأكد جوالات. لا طيبة أنت والنبي ونبي كل سنة طيبة. أنا بعرف أضحك على فكرة. أنا بعرف أضحك. ها شوفي هو ضحكته طبعا احلى لانه انا ما بتطلع معي هاي الضحكه الا بالاوقاف بالمواقف الجديه جدا، بس انه حلوه ضحكتك حلوه. دي ما تقدر انت عامله ايه؟ وانا طيب طيب انت يا حبيبي كل سنه وانت طيب. انت طيب انت طيب. ماشي تعال سلام. ماشي يا حبيبي. حدا فهم شيء؟ ماشي تعال سلام. القى تعويذه عليها مشان ما تعطي امنيه. ما فهمت شيء شو قال؟ كل سنة وانت طيبة يا مدام. وانت طيبة انت كمان. ربنا يخليلك بنتك يا رب. ربنا يخليك. تعالي. نعم. اتفضلي. شكرا، ربنا يخليكي ويكرمك يا رب. انت اسمك ايه؟ انا اسمي امنية. امنية؟ ايوه. بصي يا امنية عايزة اوريكي حاجة. تعالي كده بصي يا امنية البنت دي. بصي شبهك بالظبط. ايوه دي شبهي. الله اكبر. انها شبهها بالظبط يعني اكيد. اكيد يعني شبهها بيخلق من الشبه 40 يعني عادي. شوفي عادي لو شبهها شوي يعني. ربنا يخليلك يا طنط يا رب. وحياه بنتك القمر دي اديني 5 جنيه كمان اديكي. حاضر من عينيا. مختجاري ارفع لك القبعه. مختجه انه شافتها خلاص حبتها وذكرتها ببنتها القديمه مدري مين هي اللي بالصوره. قالت لها وحياه بنتك هاتي 5 جنيه. هذيك مثل هاي عطوطه. اتفضلي 5 جنيه كمان. بس انا كنت عايزه اسالك على حاجه يا امنيه. تعالي. نعم حبيبتي. بابا وماما بيشتغلوا ايه؟ لا يا طنط انا ما عنديش ولا اب ولا ام. ايه يعني ايه ما عندكيش ولا اب ولا ام؟ يعني ايه مش فاهمه يعني. يا طنط ما كل بيمسح عربيات هنا ما عندهمش ولا اب ولا ام. طيب انا عايزه اقول لك على حاجه. طب لفي بس احكي لي زي ما عندكيش اب وام. لفي عايزاكي بس تركبي معايا شويه. لا ما ينفعش يا طنط ما ينفعش. شو في انسان عاقل بيقول لبنت صغيره تعالي اركبي معي شوي؟ بس بدي اقول لك شغله يعني ما تخافي ما راح اخطفك. ولو انا طنط معقول اخطفك؟ بس تعالي اركبي انت وما عليكي. ما اكيد البنت حتخاف وتقول يا لهوي هي بدها تخطفني ولا شو يعني. استني بنتي يا امنيه. هي مالها تخضت كده ليه؟ والله ما بعرف ليه تخضت. انا ما انتوا بتعرفوا انا ما بعرف يعني. بنت كبيره عم بتقول لبنت صغيره تعي اركبي معي وما بتعرف، والبنت الصغيره ركضت يعني اكيد خايفه مني. انا مني ومنها بتصل على الشرطه بنادي بتطلع صوت زمور الخطر تبعي يعني. ماما يا ماما وفيه يا ماما. ايه يا غاز؟ هو ليه كل الاولاد الصغيره زقاقي يعني؟ وحده بمكه هي بتعيط وما بهم حدا وهي الثانيه ماما ردي علي احسن ما قومي. في ايه يا ماما؟ انت عارفه يا غزل طنط سلمى؟ ايوه عارفاها. كان عندك لا هيك كتير واحد بيقول لها انت عارفه شو حيصير فيكم لو ما جبتوا 100 جنيه ونحن مو عارفين ولا بعرفنا، والثاني بتقول لها انت عارفه طنط سلمى مدري ندى مدري مين، وهي بتقول لها ايه عارفاها ونحن مو عارفين. نحن كبش فدا سؤال نحن كبش نحن جايبيننا هيك انتوا متعاطفين
انتوا يعني شو انتوا يعني جايبيننا هيك تسلاي؟ بدنا نعرف القصه مشان نحسن نفوت معكم يعني نندمج. سمحتوا يعني تواضعوا؟ من شان الله تواضعوا بس انزلوا هيك لمستوانا وقولوا لنا مين هي ندى مدري سلمى وشو حيصير فيهم لو ما جابوا ال 100 جنيه. بليز اي نيد تو نو. بنت اسمها هند تاهت منها من 7 سنين، شبه البنت دي بالظبط. بصي هي دي بنتها. ايوه زيها بالظبط يا ماما. انت عارفه تاهت منها ازاي؟ ايوه هدول احاديث الامهات. يعني تعرفي كيف ضاعت هي البنت؟ كيف يا ماما؟ هي ضاعت لانه تركت ايد بنتها، ولا لقلك هي ضاعت لانه اكلت اندومي، ولا هي ضاعت لانه ما قامت صلت الجمعة. حرفيا هيك بيقولوا. ازاي تاهت منها؟ هما كانوا على البحر وقالت لها هاتي ايدك، سابت ايديها بجد، والبنت تاهت منها ما شافتهاش تاني لحد دلوقتي. ماشي يا ماما، عشان بعد كده تسمعي الكلام وما تسيبيش ايديا. حاضر يا ماما. الحاجه بقى يا غزل اللي انا مستغربه لها، ايه هي؟ ان البنت دي بتقول ولا عندها اب ولا عندها ام، وهي الطفله الصغيره النتفه الصغيره اللي قدامك شو فهمها بهالحكي؟ ما بيطلع عمره 10 سنين 9 سنين هيك يعني انكترت 11 سنة. شو فهمها بهالحكي انه انت بتعرفي انه ما عندها ولا اب ولا ام؟ ما اكيد يعني شو فهمها بالحكي؟ انا مستغربة قوي. وانا كمان يا ماما. تعالي نروح لطنط سلمى بسرعة يعني، ونقول لها ان احنا شفنا بنت شبه بنتها بالظبط. ماشي يا ماما، يلا بينا. طبعا نحن هلا ما بنعرف مين الطنط سلمى، ولا بنعرف شو ساوي في بالولاد اللي ما ساوي 100 جنيه، بس هيك قاعده عم نحضر انه هن عاطفين علينا وعاطينا هذا الفيديو انه خذوه تسلوا فيه بدون ما تفهموا القصه. ما تقول يا مسمار خلص عددك كام؟ ما تجيش دعوه يا مسمار، مش هاخده يا مسمار. ما تجيش دعوه، انت خدتي ليه كده امنيه؟ هقول لك يا مسمار، طنط اللي كانت راكبه عربيه كانت عايزني اركب جنبها. ايه بقى كانت عايزه تخطفها؟ يا فلهاوي، بحياة ستك عايزة تخطفها؟ لا معلومة جديدة، شكرا. بتخطفنا انا غلبان، كنت كل يوم اضحك لها. هذا بتجي بتسأله هيك بتقول له شو اقصى طموحاتك؟ بقول لك اخطفني. بتقول له شو؟ بقول لك اخطفني والله كل يوم بضحك لك، اذا بدك ما باكل، انا بصوم يعني بوفر عليك مصاريف الاكل، بس اخطفني، بس خليني اعيش بعيدا عن هي الحياة، بس اخطف، تعال اذا بدك انا بدفع لك الفدية. هو فاهم الخطف هيك يعني. يوتيوب ام سوري اذا دقيقة، يوتيوب انا اسفة لو في كلام كتير عن الخطف بهذا الفيديو، فسامحونا انه الفيديو هيك بيحكي مو انا. والله عايز تتكلم معك شوية. تخطفك تخطفك على ايه يا حبيبتي؟ من حلاوتك ولا من جمالك يعني؟ ده انت بتحبي. اخ راسي، دقيقة، هاي البنت كيف اهلها مستحملينها؟ والله لو كنت امها كنت لقيتوه تاني يوم يا انا بمشفى المجانين، يا بالسجن لاني قتلتها، يا اما دافنت حيا الحمد لله. لا امزح يعني، هي بالمشفى لاني ضربتها. تعملي من حبة أب. دقيقة، هاي جديدة شو؟ تعملي من حبة أب. أيوة. الصراحة ما بعرف لو بمصر بيقولوا أوبا، لأنه نحنا عنا بنقول من الحبة إبة مو أوبا. فلو سمحتوا المصريين الحلوين الأمارات والأمارات الامورين والحلوين اللي عم بيشوفونا المصريين، انزلوا بالتعليقات قولوا لي انه انتوا بتقولوا اوبا ولا ابا مثلنا الحبه ابا. ماشي يا ما. انت عارفه جعتتني 5 جنيه وعطت لمسمار 5 جنيه، عطتك كام؟ جعتتني. هو انا متاكده 100% انه كل الشخصيات ملبسين المايك مشان يطلع صوتهم، الا هاي لحالة بسم الله ما شاء الله متكلفة موفر عليهم حق المايك. 10 جنيه. 10 جنيه؟ أول ما شافتني عطتني 10 جنيه على طول. أكيد ضحكتي عليها يعني معروف. خلاص هاش تعيطي، والله انصورت وجعني راسي. بقولك أول ما شافتني عطتني 10 جنيه. أول ما شافتك؟ أيوة. يلا يا مسمار يلا. أنا راح يلا بينا. بتسجل كيف انت؟ بتسجل كيف؟ اعمل لي فيها ابيض انت على الفاضي، سجل.
السلام عليكم يا عم احمد. السلام عليكم، ازيك يا استاذه؟ فين مدام سلمى؟ انا شايفه عربيتها بره. مدام سلمى، مدام سلمى جوه في الدنينه. طيب ماشي، شكرا يا عم. بس يا استاذه امين عليك. نعم. خد يا استاذه الجليل الرقم دوت عم محمد الكهربائي اللي بيصلح مواتير اللي على ام شارع 19 جنب السوبر ماركت. يا عم احمد والله انا عايزاه في حاجه ضروري. حرفيا هذا بابا الله يحفظ لي اياه يعني بيعطيني جواله بيقول لي سجلي لي هذا الرقم، هذا ابن ابن ا او اي الى اخره، يلي تزوج هي وخلف هي وسافر لهون وطلع لهون واشتغل هي، وبيعطيني سيرته الذاتيه كلها، بعدين بيقول لي يلا سجلي. معلش مش وقته دلوقتي، معلش يلا يا غزل تعالي. انت يعني معاك موبايل كبير يعني وتاتش التعوجي علينا ولا ايه؟ سلمى ازيك يا هي انه هي مستعجله وقالت له هذا زي ما معي وقت حلم عني، بدي اشوف الانسه سلمى باي ثمن ممكن. تجي اول ما تشوفها بتنسى كل الحكي، بدها تقول بتقول له سلمى حبيبتي يا سلمى اذا ايش فيه. الحمد لله رب، الحمد لله ربي اني انا مو من هذا النوع من البنات، الحمد لله يعني ولا مره بحياتي هيك شفت بنت قلتها اهلين وعانقته ومدري شو هي، بس هيك السلام عليكم وعليكم السلام خسرت السير كيف الى اخره يعني، بس هي ولا مره سويتها. وانتي وحشتيني قوي استاذ القمر، وحشتني كتير. عامله ايه؟ الحمد لله. ما بتجيليش ليه؟ مش قلتي لي هجيلك كل شويه؟ حكي عليا ها. تعالي بقى اركبي المرجحه اللي انتي بتحبيها. شكرا. يلا يا قمر. سلمى لا ودوه على الملاهكم، حلفنا يعني ما في شيء، ما في شيء ضروري تحكي فيه، خليك عم تلعبي بنتك مدري. اوكي نكمل، يمكن هلا لحتى الا انه لقيت بنت بتشبه بنتك امشي انقذها. عايزك في موضوع بس تعالي الاول. فرحانه يا زوزو؟ فرحان. جايلك تاني، استني. ماشي ماما. نعم. هاتي لي مرجحه زي دي. حاضر. من عينيا. ونفس اللون كمان. من عينيا. خديها معاكي يا غزل. ماشي ماشي ماشي. سلمى انا عايزه اقول لك على حاجه، بس عايزك انا محتاجه موقع اللوكيشن تبع الانسه سلمى لاسباب مرجيحيه. ايه تمسكي اعصابك كده وتكلمي بهدوء. خير يا ايه؟ في ايه؟ بصي انا كنت في المعموره. تمام. كان في شويه ولاد كده وبنات بيمسحوا عربيات. تمام. جت بنت تمسح العربيه شبه هند بنتك بالظبط. تاني يا ايه؟ تاني يا ايه؟ يا ايه هي قافله منها تماما، قافله منها انه قتله تاني يعني من كلمه تاني يعني. هي كل يوم هيك بتجي تقريبا بتقلها لقيت بنت تشبه بنتك يعني، فهي تروح تقلها يلا مشي مشينا يلا ننقذها، فتطلع مو بنتك يعني، مو بنت من هي يعني. هي حرفيا مو طايقتها ولا طايقه تشوفها، بس مشان هاي الشغلة تقولها تاني يا مجد امتى بدك تبتلاقي؟ والله بنتي ضايع صلى 7 سنين ضايعة، وكل يوم انت بتجي بتقولي لي شو اسمه لقيت بنت مثل بنتك وامشي انقذها والى اخره، روح اشتغلي مع سوبرما، تركيني بحالي، عايفيني بحالي لك امانة، من شان الله عايفيني بحالي. مليون واحد جه قال لي شفنا بنت شبه بنتك، اتعشم بالموضوع، اروح ابص عليها ما لقاش بنتي، لو تعرفي اللي بيحصل لي ايه بعد المقابله دي مش هتيجي تقولي الجمله دي دلوقتي. يا بنتي انا فاهمه وحاسه بيكي. بقعد اعيط ايه اسبوعين بعديها من الزعل. وليه اسبوعين؟ ما بيفضى خزان الدموع عندك؟ والله انا من اول ساعه بيفضى، بقول لي ستوب انتهى الدموع، يرجى تعبئه الدموع مره. اسبوعين شو؟ طب قولي ساعتين اشيلك ياها، يومين انه كتير كتير كتير، بس انه بتتمشى اسبوعين. انا نفسي الاقيها يا ايه، والعشم ده بيقتلني. يا بنتي اسمعيني بصي، انا شايله صوره بنتك معايا على التليفون ما بمسحهاش خالص. انا قلت للبنت ايه، سالت البنت دي سؤال، قلت لها فين باباكي ومامتك؟ قالت لي احنا ملناش ولا اب ولا ام، كل اللي بيمسحوا عربيات هنا ملهمش ولا اب ولا ام، فده بقى الحاجه اللي خلتني اشك فيها. انا عامل ايه دلوقتي؟ افرضي رحت دلوقتي وما لقيتهاش بنتي. طب هقول لك على حاجه، هي محاوله هتخسري حاجه؟ لا مش هخسر حاجه. بس وان شاء الله انا قلبي حس ان هي هتبقى بنتك، وان شاء الله هتبقى بنتك. يا رب يجمعني بيها. هو كيف ما رح تخسري حاجة؟ مو قبل شوي قلتي إذا ما كانت بنتك بتضلي بتبكي أسبوعين بتخسرينا.
كتير خزانات دموع، يعني بدنا نوزع خزانات دموع لباقي العالم. مستر عرضك يعني ما بدنا نخلص خزانات الدموع علينا اذا سمحتي. واذا لقيتي يا بنتك ف خلاص ما عادي، ما رح تخسر شيء كده على خير يا رب. يا رب مش اتأذت ولا اي حاجة حصلت لها مضرة. ان شاء الله ان شاء الله هتلاقيها. تعالي بقى معايا بسرعة. فين يا ايه؟ هوريها لك. احنا في المعمورة الشاطئ. انا رحت هروح نفس المكان اللي هما بيصحوا فيه العربيات. خلاص. طب يا انت ما جبتهاش معاكي ليه؟ يا بنتي اسمعي، انا كنت هجيبها. البنت اول ما قلت لها تعالي اركبي معايا العربية طلعت تجري، ما شفتهاش، مش عارفه ايه اللي حصل. واحنا علقوها تاني. هي بس خافت مني يعني، ما صار شيء يعني. بنت صغيره عم تجي تقول لها تعالي اركبي معي، فاكيد رح تهرب يعني. عصبت. ان شاء الله هنلاقوها، هنروح نسال ايه المشكله. طب تعالي تعالي يلا يلا يا اخواتنا المصريين. بعرف انه تقلت عليكم بالاسئله، بس يعني سؤال تاني، انتم كمان بتقولوا عنكم حنلاقوها؟ نحن بنقول عنا حنلاقيها. اعتقد انه هنلاقيها اضبط صح؟ كمان جاوبونا بالتعليقات اذا سمحتوا. غزل ماشي يا ماما. لا انا هسدل الرقم ده، يعني هسدل الرقم ده، مفيش فايده برضه. والله ما هسيبك انت التليفون. عم احمد والله العظيم ما هسيبك. عم احمد لو يا استاذ سلمى مصلحه، والله العظيم اللي حضرتك جيتي امانه عليك يا استاذ سلمى، سجل الرقم ده. حد شاف رفيقته الاستاذه سلمى شو عملت لها؟ مثلا يا شيخ انت كل مره تقرفنا، لك حل من عنا بقى بتضرب انت. انت مؤدب على فكره. لا 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 دقيقه، هلا لسه قلنا بدون الشفافيه. المهم ما بدنا نسجل، روح سجل عند شي حدا تاني. مش وقته بعدين. مشوار يتسدل يا استاذ. لو سمحت تعلم معايا مشوار ضروري. فين يا استاذه؟ بس في المعموره. يلا بسرعه. المعموره فرد دفشه. والصراحة أنا ما بعرف وين المعمورة، لو بعيدة أو شيء، بس إنه شكلها من المعمورة كتير بعيدة شكلها. تكرم عليهم إذا سمحت، بنات لحالهم ما معهم رجال. روح يعني خلي عندك شوية نخوة وروح معهم يعني، إذا سمح. رايحين على المعمورة يعني شكلها بعيدة، يعني على المعمورة لحالهم، روح معهم إذا سمحت يعني. ياه طب سكان العمارة لو ما لقانيش هنا هيقول عليها إيه؟ ما رح يقولوا عليك شيء، حيقولوا رجال حسب النخوة، راح مع بنات مع بنات لأنه ما معهم رجال، فراح معهم يعني هيك، ما حيقولوا شيء. لا تخاف ما حيقولوا شيء. أي يا عم أحمد يلا بينا. هيزعلوني. يلا يا عم أحمد. بس يا عم أحمد الأول والنبي مستعجلين. خلاص نروح بعربية. أيوة يلا. بس أنا لسوق. ماشي. قال لهم شو حيصير بالعمارة اللي بالناس اللي ساكنين بالعمارة لما يشوفوني. جاوبوه قال لهم بعد هيك يسألهم كم سؤال بالأخير، قال لهم أنا رح سوق يعني، إذا مو أنا اللي رح سوق والله مو رح. حلم عن ذكرني نحن الصغار تبع أنا اللي رح أقعد على الشباك. يلا يلا أنا عندنا في البلد. يلا يا عم أحمد. يا أستاذ يا استاذة امانة عليك، حد يسجل لي الرقم ده يا استاذة؟ مش عارفة اسجله، اروح مني. حاضر يا عم يا عم احمد، ركز في الطريق ربنا يخليك. بس الاول يا ايه فين البنت يا ايه؟ ماشي معلش يا عم احمد، بس احود الشارع اللي جاي. يا عم احمد ابوس ايدك، ترك الموبايل من ايدك، ما يفوتوا هلا بحادثة، يكونوا بدهم يلاقوا البنت، تصير المستشفيات هي اللي بدها تلاقيهم يعني. اذا سمحت ايم الموبايل، والله هات الموبايل انا بسجل لك الرقم، بس ايم الموبايل بلاها الحوادث هاي، هات انا بسجل لك الرقم الاسم. معلش ايوه يا استاذه حاضر. ايوه كده فين يا ايه؟ معلش الشارع ده. ايوه كده الشارع ده. اقف يا عم احمد، البنت اللي لابسه اسود هي دي اللي معاها. اقف يا عم احمد اقف. ايه والله دقيقه والله بحياه ستك توقف. شو هاد؟ اي نيد تو ادني، انا بدي ادني لك. ادني انصورت، حرام عليكم. ادني انطرشت انا. شو هاد؟ لا ومنقصه الصوت على اساس عامل حالي انه هيك في الهويه، انه ماما وبابا ما حيفيقوا لو منقصه الصوت. انا هي صدمتني بام عيشتي، علت صوته لك الميكروفون انصدم على حاله. هادي اكثر علوه صوت ممكن يتسجل التاريخ بالعالم. والله بدي ادني. اسفه طبعا اللي انصرعوا مثلي، بس انه كلنا بالهوى سوا، شو انصر على حالي انصرعوا معي. ايوه دقيقة، ادني الى حق علي. ادني عم تستحلفني اني وقف الفيديو، خلاص ما عاد تستحمل. ادني في ذمة الله.
ارحمي اذني واذن المستمعين واخفضي صوتك قليلا يعني، لا مو قليلا، اخفض، لا تحكي ابدا، والله ما انا عاتبين عليك لو ما حكيتي. حرفيا اذني ومخي صاروا عاملين جلتش مع بعض ومدري شو صار فيهم، فحانهي الفيديو لهون، واذا بدكم جزء تاني نكمل الفيديو هاد، ويا رب ما يكون بدكم لاني حرفيا رح انصرع. فاذا بدكم جزء تاني اكتبوا بالتعليقات، ولا تنسوا يا مصريين يا حبايب قلبي يا I love you so much انه تكتبوا لي بالتعليقات الاجوبة على اسئلتي اللي سألتها. بعرف اني تقلت عليكم بالفيديو، بس يعني لازم تتحملونا، احنا اخواتكم السوريين يلي منحبكم، وهي وطبعا منحب كل البلدان العربية. ف ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو، باي.